السلام عليكم متابعي قناة مجلة الأسرار. ربما تواجهك نفس هذه المشكلة، تعمل على تأمين سيارتك بشتى الطرق الممكنة ثم تكتشف أنها سرقت بكل سهولة. لذلك عرض موقع برايت سايد 5 حيل يستخدمها اللصوص لسرقة السيارات وطرق التغلب عليها. لكي تتعرف عليها ابقوا معنا. عملة معدنية في مقبض الباب. يستخدم اللصوص تلك الحيلة بباب الراكب الأمامي، حيث إن السائقين عادة ما لا ينتبهون له، فيضع اللص العملة بالباب، وعندما يغلق صاحب السيارة الأبواب ستبدو مغلقة، إلا أن العملة الموضوعة بالمقبض ستعمل على تعطيل القفل المركزي، وستظل السيارة مفتوحة في انتظار اللص. لذلك عليك التحقق من الأبواب قبل مغادرة السيارة. اختراق السيارة عن طريق جهاز OBD. بدأت جميع السيارات بالتزود بجهاز كشف الأعطال الذاتي منذ عام 1996، وهو منفذ الوصول لكمبيوتر السيارة لتشخيصها، ويمكن من خلاله تعطيل أجهزة الإنذار. لكن الشيء الأكثر خطورة هو إمكانية محاكاة المفتاح الرئيسي للسيارة بمساعدته. ولحماية سيارتك عليك تغيير مكان تركيبه أو أسلوب وضعه الذي يتشابه في العديد من السيارات، مما يفسد خطط اللص، خاصة إن وضع داخل السيارة. زجاجة فارغة. عادة ما تستخدم تلك الحيلة بمواقف السيارات الخالية، فيضع اللص زجاجة فارغة بين إطار السيارة وحاجزها من جانب الراكب حتى لا يلاحظها السائق. وعند التحرك يستمع السائق صوتا مرتفعا، وهنا تحدث السرقة، لأنه عادة ما يترك السائقون المحرك يعمل ولا يأخذون أشياءهم الثمينة معهم. الإنذار. تستخدم هذه الطريقة عادة عندما تكون السيارة متوقفة في الفناء، فيلقي اللص شيئا ما على السيارة ليعمل الإنذار، وسيكرر الأمر دون ملل حتى يضطر صاحب السيارة إلى إيقاف الإنذار، وهنا يقفز اللص للسيارة ويبدأ العمل، إما بسرقة السيارة أو جزء منها. حقائب النساء. تنفذ تلك الحيلة بإشارات المرور عندما تضع النساء حقائبهن بمقعد الركاب بجانبهن، وهنا يستغل اللص الأمر ويفتح الباب منشلا الحقيبة، فيهبط السائق لمطاردته، وهنا يتم سرقة السيارة. كرة الزجاج الأمامي. يتساءل البعض عن سبب وجود كرة سوداء بلاستيكية أسفل الزجاج الأمامي للسيارة، والسبب هو أنها مجرد جهاز استشعار للمناخ، كي يتم إرسال التعليمات لكمبيوتر السيارة فيحدد نظام التحكم في المناخ ووضع تشغيل المروحة. لهذا السبب يحذرك دليل التعليمات من عدم تغطية أو حجب المستشعر. وفقا لإحصاءات شرطة المرور الروسية، تمت سرقة 13700 سيارة خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2018، وهو أقل بنسبة 10% من عام 2017. تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول لسرقة السيارات مع 773139 سيارة سرقت في عام 2017. شكرا لكم على المتابعة. نتمنى أن ينال المقطع إعجابكم. ادعمونا بالضغط على زر لايك، وشاركوا الفيديو، واشتركوا في القناة. إلى اللقاء.